السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد اتريبي من موقع دروس المنهل العالي للكمبيوتر والإنترنت. النهاردة هنتكلم عن مشكلة رونج أي بي. مشكلة رونج أي بي دي بتحصل لما بتبقى أنت فاتح أو بتحمل مثلا حاجة من على أي موقع تحميل، تمام؟ بتيجي تبدأ هنا تكتب الكود أو الرقم اللي ظهر قدامك، وبعد كده بتبدأ تضغط على داونلود فايل أو داونلود حسب اللي ظهر قدامك. بعد كده بيبدأ يجيلك خطأ بعنوان رونج اي بي، تمام. طبعا في الحاله بتاعتي ما ظهرش الرونج اي بي، تمام، وظهر لك على طول الدايركت داونلود لينك اللي تقدر من خلاله انك تحمل الملف بتاعك. طيب في لو حاله ظهر لك اللي هو مشكله رونج اي بي هنا، معناها رونج اي بي دي معناها ان في خطا في الاي بي. اذا من الرساله نفسها نستنتج ان الاي بي هو اللي عامل المشكله. طيب ايه هي مشاكل الاي بي؟ طبعا لو انت مثلا مستخدم في بي ان ويندوز عشان يغير لك الاي بي، بتبدا انت تشيل الفي بي ان اللي انت عامله ده، او لو انت مثلا مستخدم اضافه تغيير الاي بي على المتصفح بتاعك، زي مثلا في حاله مستخدم الاضافه زي دي ابدا اشيلها، او اي طبعا اي اضافه تانية. في انواع الاضافات اللي بتغير الاي بي انواع كتير، بتبدا عشان تشيل اضافه طبعا بتدخل على الاضافات، تضغط على العلامه دي، بعد كده مور تولز، بعد كده اكستنشنز، ومن هنا بتلاقي كل الاضافات اللي موجوده عندك في متصفح جوجل كروم. بتيجي تشيل بتعمل انيبل للاضافه، او بيفضل انك تشيلها خالص، تمام، وتبدا تعمل داونلود تاني للملف بتاعك. في حاله ان عملت شيلت الاضافه برده نفس المشكله موجوده، تبدا تبحث عن الاضافات اللي انت ما تعرفهاش او الغريبه اللي انت شاكك فيها، وبتبدا تشيلها من المتصفح خالص نهائيا. طبعا نفس الطريقه دي بتطبق على باقي المتصفحات التانية، سواء اللي جوجل كروم او اي سواء الفايرفوكس او اوبرا او اي متصفح تاني انت بتستخدمه. ده كان الشرح النهارده، اتمنى يكون الشرح سهل وبسيط. ان شاء الله اشوفكم في درس جديد على موقع مدونة الدروس اونلاين. كان معكم محمد ليتري، السلام عليكم.